اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا بيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري، وحلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. النهارده اكله امي اكل صحي، وانا بعلمك ازاي من الحاجات اللي موجوده عندك في الثلاجه تفتحي دواليب الثلاجه باب الثلاجه اللي موجود تعمليه بطريقه صحيه. هي دي الخبره الطهويه، مش بكلفك حاجات غير اللي انت في استطاعتك. معانا صدور فراخ موجوده، فرخه سليمه هعلمك ازاي تشيل الجلد بتاعها وتتخلصي من الدهون. معانا صدور فراخ النهارده شوفان، هنعمل طاجن الفراخ بالشوفان مع خبره علميه وطريقه صحيه، والصحه تاج على رؤوس الاصحاء والوقايه خير من العلاج. معانا بطاطس سلقناها بالقشره بتاعتها بدون اي ماده دهنيه بشويه ملح وشويه ميه، وقشرناها وهي سخنه عشان تبقى معانا بالشكل ده، وهرسناها. هنعملها بطاطا سوفليه بالبيض. البيض هنا استخرجنا صفار البيض من بياض البيض، بقى معانا بياض بيض بس، ومعانا بقدونس ومعانا كرفس. هنشوف نعمل ازاي بطاطا السوفليه من غير لحمه، ممكن نضيف نوع جبنه احنا بنحبه. السلطه بتاعت النهارده سلطه قيمتها الغذائيه عاليه جدا، والشتاء لما بيهل بالخير الخضروات اللطيفه والجميله الحلوه من خير ارضنا. معانا جرجير، معانا كرنب احمر، معانا بصل. هنعمل سلطه بطريقه صحيه لطيفه وجميله مع زيت زيتون وتوم. تفاصيل صغيره في الاكل بتاع النهارده، اكل صحي والصحه تاج على رؤوس الاصحاء، ومن مطبخك ومن تلاجتك ومن بين اصابع ايدك العشره تقدري تعملي اكل صحي. هناخد بعضنا ونطلع فاصل صغير، او اطرحوا بعيد تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، تعالوا شوفوا مع بعض ازاي نعمل اكل صحي النهارده. مش عايز اكلفك ولا عايز ان انا احملك الحاجه اللي ما تقدريش تشتريها، او تتصل بجوزك هات هنعمل اكل صحي النهارده زي ما عمل الشيف المغازي على شاشه القناه الاولى. معانا صدور فراخ، ومعانا شوفان، ومعانا بصل، ومعانا شويه بهارات وشويه حب للاكل الصحي ازاي نعمله. تعالوا نشوف مع بعض ازاي نعمل طاجن الفراخ بالشوفان. صدور فراخ وشوفان وبصل وتوم وشويه بهارات، مقادير بسيطه وسهله، ولكن الطعم والشكل من بين اصابع ايدك العشره. حلو الكلام، مقادير في متناول الجميع. اول حاجه هاخد البصل كده، وانا بحب انا شخصيا البصل الاحمر، وخاصه البصل اللي بيبقى شبه المنجايه الحلو ده كده، ده موجود عند الراجل بتاع الخضار. بنروح عند بتاع الخضار بنلاقي حاجات كتيره من خيرات ارضنا. ادي البصلايه الحلوه دي كده، باخدها بالشكل ده كده. البصل ده ميزته ان هو بيبقى له طعم مميز اهو. حلو الكلام، واقطعه شرايح، لان الاكله دي مش عايزه وقت كبير على النار. احنا كلنا عارفين الشوفان بيبقى وجبه فطار الصبح مع شويه حليب سخنين، انا شخصيا بحبه. الشوفان يعني الياف، ميزه الشوفان ده فيه الياف فعاله والياف غير فعاله، مكنسه المعده، بيخلصنا من الكوليسترول من الدهون. حلو الكلام، بيملى المعده، ما يحسسش الواحد بالجوع. يعني الواحد لو اكل طبق شوفان مع شويه حليب بيحس ان بطنه اتملت خلاص، عامل زي الفريك كده. والدليل على كده لما تحط معلقتين شوفان مع شويه حليب في طبق كده وتسيبهم شويه تلاقي الطبق اتملى، سبحان الله. نفس القصه في المعده. البصل معانا اهو اتقشرناه مع بعض. خلي بالك قشر البصل ده، انا اتعمدت اقشر البصلات، مش متعودين من الشيف المغازي يقشر بصلايه على الهواء عشان وقتنا، ولكن عايز اتكلم عن قشر البصل، خاصه البصل الاحمر اللطيف ده، تقدري تعملي بيه طبق رز صياديه تكسري بيه الدنيا. محدش في العيلة عمله غيرك. بقشر البصل ده يتحمر بعد ما تغسليه طبعا، وتاخدي اللون بتاعه، بدل ما تحط سكر كراميل وتحط معجون طماطم والحاجات اللي مش لطيفة، وتاخدي لون قشرة البصل الحمراء الحلوة دي كده، تعملي شوربة البصل الفرنسية وتعملي رز صيادية. عشان كده حبيت ان انا اتناول، لان في اسئلة كتير على السوشيال ميديا، شيف مغازي بتشوف في بعض المطاعم بيستخدموا قشر البصل، مهم جدا. هناخد البصلية دي كده اهي بالشكل ده كده. حلو، شفت البصلايه ازاي فتعتها حتى كمان حاجه حلوه. حلو، معانا طاسه بتسخن على النار، هناخد الطاسه دي يا عم الشيف بنحط فيها معلقتين زيت زيتون. خلي بالك من ايدك تقدري تعملي الاكل الصحي، وخبرتك الطهويه في المطبخ تقدري تعملي الاكل الصحي. انا بمسك الاكله افصصها وادرسها كويس من كل جوانبها، الماتيريال بتاعها، مكوناتها، طريقه التنفيذ، المعطيات، المطلوب اثباته.
بشوف ايه المادة الدهنية، أكلة زي دي محتاجة ايه مادة دهنية، سمنة بلدي يبقى طلعنا كده مش بنعمل أكل صح. حلو الكلام؟ محتاجة زيت زيتون، باخد معلقتين زيت زيتون صغيرين ما بكترش. عينيا نشيلها خالص من هنا واللي تضايقك نطلعه. حلو الكلام؟ تمام زي الفل، شوية زيت زيتون حلوين. كل القصة باخد البصلية الحلوة اللي أنا قطعتها دي كده. تعالي يا حلوة أهي. الله. شفت ازاي؟ هو ده بصل لطيف وجميل. مشاكلنا مع البصل، ملابسنا، مطبخنا، الصالون، حد من الضيوف عندنا، المطبخ بتاعك مطبخ امريكان، بتلاقي الشباك مفتوح او الباب مفتوح على الصالة، فمش عايزة ريحة البصل تخش الصالون. تعملي ايه يا حلوة يا شرباطة؟ عودني عناح حلو في قلب البصلة هيشيل الريحة دي. حاجة الحاجة التانية، انا ماشي معاك واحدة واحدة. عندك روزماري، عود روزماري حلو في قلب البصلة كده مفيش ريحة. عندك زعتر، عود زعتر حلو في قلب البصلة كده مفيش ريحة. الحاجات البسيطة السهلة دي خلي بالك بتعلم من المطبخ بتاعك. ادي البصلية عندي زي الفل. تمام، هسيبها على النار ونروح للفراخ اخبارها ايه. حلو قوي. نعم يا غالي. المخرج متابع ومركز. لا انا مش هحط زبده المره دي، بيقول لي دايما اتعلمنا منك دايما بتحط معلقه زبده عشان البصله تتحمر بسرعه. انا مش محتاج في الاكله دي احمرار البصله، محتاج ان هي تستوي شويه كده عشان مش هقدر احط زبده لان انا بعمل اكل صحي النهارده. مع ان هي معايا وكل حاجه بس طبعا ايه زي ما قلت لحضراتكم من ايدك تقدري تعملي الاكل الصحي. هناخد صدور الفراخ الحلوه دي كده. اللهم صل على النبي. ده صدر ديك رومي ده ولا صدر فرخه؟ بسم الله ما شاء الله ربنا مبارك. هناخد الصدر ده كده نقطعه شرايح. حلو زي البصل بالظبط، نفس طريقه تقطيع البصله. بالشكل ده كده. والبصليه بتتحمر على النار، عايزه يبقى لونها مكرمل كده حلو. دول يا فندم اهم عينيه. حاضر حاضر. تينا كل شيل لغايه لما تلاقيش حاجه على الكاونتر. وادي صدور الفراخ بالشكل ده كده اهو. الله ايه الحلاوه دي. ناخد الفراخ دي زي ما هي كده يا عم الشيف، ننزل بيها على البصلايه. اللهم صل على النبي. حلو الكلام. نفس القصه معانا صدور فراخ اهي كمان برضو. ريحه البصلايه بدات تطلع معانا حلوه ازاي. فيها الروزماري، فيها الزعتر. ناخد الفراخ بالشكل ده كده، التقطيعه دي مطلوبه. شرايح نفس تقطيعه البصلايه اهي بالساتور، ما عندكيش ساتور بالسكينه. يفضل تقطيع اللحوم الفراخ الاسماك بسكينه اهو، السلاح بتاعها عريض زي المثال زي السطور اللي معايا ده كده اهو، بيتساعدك تقدري تتحكمي فيها زي ما انت عايز. ناخد تقطيعه الفراخ الحلوه دي كده زي ما هي كده اهي، فراخ خاليه من الدهون. ننزل بقى هنا كده، اللهم صل على النبي، ونقلب. الله ايه الحلاوه دي يا عم الشيخ. شفت الفراخ خدت لون حلو ازاي؟ ايه البهارات بتاعتنا هنا بقى؟ احنا متفقين مع بعض ان البهارات في الاكل الصحي مفيش مشكله معانا فيها. يعني ايه يا عم الشيف؟ دي خلاص انا خدت الريحه بتاعته، الزعتر ده عامل لي زحمه. يعني الفلفل الاسود مفيش مشكله من ناحيته، الكمون مفيد جدا للقولون وفوائده كتيره. الكزبره فات استخدامك للتوابل لا حرج فيها، استخدم اللي انت حباه. ادي الفراخ اهيت. ملاحظة إن مفيش مادة دهنية خالص هنا. معلقتين زيت زيتون كفيلة في إن هي تحمر لي الفراخ مع البصلية كده بالشكل ده كده. الله. شفت الحلاوة دي كده؟ طعم الروزماري مع الزعتر بالشكل ده كده. نخليها على النار زي ما هي. البهارات بتاعتنا يا عم الشيف. البابريكا حلوة مفيش مشكلة. بنحطها. حلو. الكركم مفيد جدا للجهاز الهضمي وخاصة الكبد بالشكل ده كده. الأسماك بتحب الكركم، الدواجن والطيور تحب الكركم، اللحوم مش في كل الأكلات تحب الكركم. الملح بتاعنا حلو. نقلب. للي جاي متأخر، احنا معادنا كل يوم الساعة 1 على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، وبرنامج أكل أمي متعدد المواهب ومتعدد الإيه الصفات
وبيرضي الصغير والكبير. يعني يوم السبت من كل اسبوع بنكون حصرنا أسئلة حضراتكم من خلال متابعتنا للسوشيال ميديا على الصفحة الرسمية للقناة الأولى وصفحة أكلة أمي، وبنعرف طلبات حضراتكم إيه وإيه اللي أنتوا حابين تسألوا فيه، وبنجاوب عليه عملي يوم السبت من اختياراتكم من طلباتكم بنعمل الأكل. يوم الحد زي النهاردة كده بيكون الأكل بتاعنا أكل صحي، ودايماً الأكل الصحي يبقى عندك يوم في الأسبوع، ولادك بيعرفوه، جوزك بيعرفه، عارفين النهاردة أكل صحي، مامي عاملة النهاردة أكل صحي، فلازم ناكل النهاردة أكل صحي، واللي نفسه في أكلة صحية بيطلبها من مامي، مامي مش قادرة تعملها بيطلبها من الشيف المغازي واحنا نعملها لحضراتكم. حلو الكلام. يوم الاثنين بتبقى أكلة سمك، أكلة السمك بيبقى لها طعم تاني وتفاصيلها صغيرة ولكن الطعم والشكل جديد بدون تكلفة. حلو الكلام. يوم الثلاث من كل أسبوع بنعمل إيه يا عم الشيف؟ أكلات مصرية من قلب الريف المصري والصعيد المصري، اللي بوجه له تحية كبيرة من مزبيرو من على الكورنيش من هنا. أما الأربع من كل أسبوع بنتجول داخل المطابخ العالمية والعربية، نجيب أشهر الأكلات من المطابخ العالمية، حتى الصين، برج الصين وصلنا له، اليابان وهكذا. الفراخ هنا شغالة. حلو الكلام. بتستوي، عندي شوية جزر، ممكن تكون الجزر ده مش مكتوب في المقادير، هنحط شوية جزر، حبيت شكله، هو للسلطة بس أنا خدت منه شوية. حلو الكلام. فص توم حلو بننزل بيه كده. ليه ما حمرتش التوم يا شيف؟ التوم أنا عايز أستفيد بيه كده، لأن التوم زي البصل زي الجنزبيل الكوليسترول بيخاف منه وبيحارب الكوليسترول، وخاصة في الأجزاء الدقيقة من الشرايين. توم، بصل، جنزبيل، هو ده اهو الثلاثي الحلو ده كده. شفت التومه هنا مع الجزرايه؟ حلو قوي. ننزل بالميه بتاعتنا المغليه، شيء شق ميه كده حلو، نسيبه على النار ونغطي الحله دي يا عم الشيف، ونسيبها ايه تستوي الفراخ، لان الشوفان هنا هنضيفه تحصيل حاصل، نستفيد بالقيمة الغذائية بتاعته، نستفيد بالألياف بتاعته، نستفيد بعضلاته للتخلص من الكوليسترول والدهون اللي موجودة. ايه هو الشوفان يا عم الشيف؟ الشوفان بتفاصيله موجود في السوبر ماركت بأشكال مختلفة، في منه الفليفر، وفي منه الواخد مكسرات، وفي منه الواخد فواكه مجففة، وفي منه الحبوب الشوفان اللي هي السادة، فتخلي عندك السادة، تقدري انت تنوعي زي ما انت عايزة، عايزة تحط له تفاح تحط تفاح، تحط مانجا تحط مانجا، أنا أفضل كده بصراحة يعني، إنما تجيب الشوفان اللي هو متهدرج وواخد فواكه أو واخد مكسرات ما بحبوش، بحب ده، وسعره في متناول الجميع، وده في متناول الجميع. هنخليه هنا جنب الدجاج وناخد بعضنا ونطلع فاصل صغير، بعد الفاصل هنرجع نشوف مع بعض إزاي نعمل بطاطس سوفليه بالبيض. هتقول لي فيها بروتين؟ لازم لحمة مفرومة؟ ما هو بياض البيض بروتين، ولكن بروتين دمه خفيف ولطيف وجميل مفيش منه مشكلة. أستاذ حضراتكم فاصل صغير، أو هتروحوا بعيد تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل مع طاجن الفراخ بالشوفان. محتاج يا شيف الوش ده كله؟ تعالي بص كده واحنا مع بعض، وريني بس على عينك يا تاجر، فين المادة الدهنية هنا اللي استخدمتها؟ هي معلقة زيت يتيمة، زيت زيتون، أي نوع من أنواع الزيوت مفيش أي مشكلة دون ذكر الأسماء. حمرنا بصلاية حلوة لطيفة، اهتمت في تنظيفها وتقطيعها، خدت الشرايح الجوليان. جوليان يعني إيه؟ شرايح أو سلايز. بصي البصلاية هي مش باينة، مش باين يعني، مش أنا مش مقطعها مكعبات زي الفراخ بالظبط، وقطعت الفراخ طولي كده ونزلت بيها وحمرتهم. التوم بس انا حطيته على الني عشان يديني طعم، وانزل بالشوفان الحلو ده كده. هو ده هو ده، اللهم صل على النبي. دي جديده يا شيف، دي انا اعرف تحط فريك، امي كانت تحط فريك رحمه الله عليها، تحط برغل، تحط رز، انما شوفان ما هو لما بروح لاي دكتور صيدله، دكتور تغذيه دارس تغذية يعني أو عيادة تغذية، يقول لك شوفان بروكلي كرومب، شوفان بروكلي كرومب. هنسيبه على النار؟ لا مش هسيبه على النار، أنا هشيله من النار وحطه في طاجن حلو كده لطيف وندخله النار.
حلو. اللهم صل على النبي. عشان عايز اعمل شويه بطاطس سوفليه حكايه. البطاطس انا شخصيا بحب اكلها بطرق مختلفه، مش مقليه وبس. اخدت زي ما هي كده الطاجن الحلو ده كده، واحطه في قلب الطاجن ده كده. الله، ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ دي لو اكلتيه كله ولا له تاثير، ملوش دعوه بالدسامه خالص. تفاصيله شفناها من البدايه، بصلايه معلقتين زيت زيتون، اتحمرت البصلايه وتوصينا فيها شويه في التحمير عشان تديني طعم. شفتني استخدمت اي مكعبات اكل او مكعبات طعم اللي بنسمع عنها؟ خالص طعم بين اصابع ايدك العشر. الحاجه الوحيده يا استاذ رحاب اللي مش مكتوبه الجزر المبشور، ضيفيها واختياري. عايزه تحط شويه بسله؟ اهلا وسهلا. بتاعت عايزه تحط مشروم؟ اهلا وسهلا. خلي بالك يعني انا بديكي مفاتيح السعاده، مفاتيح الابداع، مفاتيح الابهار، انت استخدميها زي ما انت عايزه. بسله، مشروم، جزر، انا حطيت زي ما انت حابه. اسباركوس؟ مالكيش دعوه بالاسباركوس ده عشان غالي. حلو زي الفل. هناخد دي زي ما هي كده يا عم الشيف، ونجرنشها باي حاجه حلوه كده عشان الاولاد يهتموا بيها، والاولاد بيحبوا الحاجه الحلوه. طماطميه حلوه اهي، نقطعها شرايح كده نحطها على الوش. قرن فلفل ماشي، يعني اديها الايمج بتاعها اللي هي طاجن، شخصيتها كانها طاجن. طواجن دايما معروفه عنها ان هي بتاخد الايه؟ الطماطم على الوش كده والفلفل. مش هنخسر حاجه. فلفل اخضر مش هيقول لا. طماطميه حلوه مش هتقول لا اهي، بناخدها كده. الجو الحلو ده مطلوب. مش معناته ان انا بعمل اكل صحي، لا خالص. معروف عن الاكل الصحي يقول لك ده وانا تعبان يا عم، انا اكل يا عم انا الدسم والسمين وسيبها على الله. ما احنا كلنا سايبينها على الله، بس ايه المشكله يوم في الاسبوع كده نكتب على باب التلاجه الاكل بتاعنا النهارده اكل صحي بنفس المكونات بنفس المقادير بنفس الشكل. هناخد دي زي ما هي كده يا عم الشيف وندخلها فين؟ النار. يلا بينا اهي. ده هو الشكل، مش محتاج حاجه. صوره تحفه فنيه ولكن صحيه. انا خدتها زي ما هي كده وندخلها الفرن. اللهم صل على النبي اهي. يلا بينا يا شباب. يلا اهي طاجن الفراخ. فين الفراخ؟ طاجن الفراخ بالشوفان، تفاصيلها شفناها مع بدايه الحلقه في متناول الجميع. تعالوا مع بعض نعمل البطاطس السوفليه بتاعتنا، نشوف نعملها مع بعض ازاي. طاس على النار، البطاطس لغايه لما اتسلقت بالقشره بتاعتها وقشرناها، ده فاهمينه. ليه الشيف المغازي دايما بيسلق البطاطس بالقشره بتاعتها؟ ما بيقشرهاش زينا كده ويقطعها مكعبات ويسلقها. دي مدرسه خاطئه، مدرسه غلط. مش غلط ان هي تودينا يعني تبقى مشكله فيها، لا، مدرسه غلط في ايه؟ بنفقد كربوهيدرات ونشويات من البطاطس احنا محتاجين لها لما اسلق البطاطس وهي متقشره. ما اجيب البطاطسيه اغسلها كويس بالليفه بتاعه الخضار، وبعد ما تتغسل بحطها في ميه مع شويه ملح صغيرين واسلقها. بعد ما بتتسلق بتلاقي القشره لوحدها طلعت زي الشربات، زي الشعره من العجين، اسيبها تبرد واشيل القشره. يبقى الكربوهيدرات والنشويات موجودين جوه البطاطس زي دي كده اهي، اتسلقت عشان نكسب وقتنا ومعانا بالشكل ده كده. شفت ازاي البطاطا اهي؟ بسم الله ما شاء الله اهي. تقدر تعملها كفته، تقدر تعملها كروكيت اهي اهي. الله اهي، زي البطاطس البوريه بتتقدم مع المشويات، فراخ مشويه، لحمه مشويه، سمك مشوي اهي. عايزه حليب وعايزه زبده تبقى زي الكريمه اهي. حلو الكلام. طب انا هيئها ازاي واحنا مع بعض كده؟ تعالي معايا شوف انا هعمل ايه. طاسه شديده الحراره على النار، حلوه قوي. بحط فيها معلقتين زيت مش زبده، ركزي معايا بقى المره دي. معلقتين ايه يا عم الشيف؟ زيت. واحط على الزيت ده شويه كرفس الطعم. اللهم صل على النبي. حلو قوي. فصين ثوم على الكرفس، حلو قوي. ونقلب التومه مع الكرفس. الله على الريحه الحلوه. مش كزبره خضراء، كرفس. انا مش بعمل طشه باميه هنا ولا ملوخيه. تومه وكرفس ومعلقتين زيت. فين الماده الدهنيه هنا؟ مش موجوده، لسه ما خلصتش انا. وقليل من الماء المغلي. ممكن نحط حليب بس انا عايز اهرب من الدسامه، ما انا قلت لك ايد الكنترول. شويه ميه مغليين بس خلاص، واسيب الميه دي تغلي قدام عينيا، واخد البطاطس دي اسقطها في قلب الخلطه دي بعد ما هياها بشويه ملح وشويه فلفل اسود
مش هحط بهارات تانية عشان ما تغيرليش لون البطاطس، واخد البطاطس بالشكل ده كده. بص على الحلاوة بالله عليك، ريحة الكرفس حكاية. الكرفس ده أنا مديله الشخصية اللي هو ملك الشوربة، ملك السيفود. سيفود من غير كرفس يتيم، شوربة من غير كرفس يتيمة. هننزل بالبطاطس دي كده اهي. ايه يا شيف ده؟ ده هتبقى ايه؟ هتبقى صلصة. اصبر على رزقك يا راجل يا طيب. هو سقطها كلها كده، وهضربها دلوقتي بالمضرب ونتفرج عليها. دي بطاطس اتسلقت بالقشرة. حلو، المقادير على الشاشة. بطاطس سوفليه على طريقة الشيف المغازي. المطبخ رؤية، فن إبداع. خدها كده. الله. حطيتش حليب؟ لا. حطيتش زبدة؟ لا. البطاطس هنا هتخس حاجة؟ بالعكس، هستطعم البطاطس. انما بحط حليب وزبدة بستطعم الكريمة اللباني. شفت البطاطس خدت لون ازاي وخدت شكل ازاي؟ هو ده. نعم يا غالي. بيقول لي حطيت مية ليه يا شيف؟ عشان تشوف اللي انت شايفه دلوقتي. ما انا لو مش حاطط مية هتلاقينا انا والحلة بره الاستوديو مش قادرين ايه نحركها. خلي بالك زي العصيدة كده. وخرجنا بيعرف، عايز يعرف التفاصيل. بس خلاص هنخليها على جنب كده لغايه لما نكمل بقيه الحدوته. ما دي حدوته، خلي بالكم لها نهايه. معانا بياض بيض، معانا جبنه اختيارك ليها حسب الرغبه، ممكن تكون جبنه رومي، جبنه موزاريلا، حسب نوع الجبنه شيدر اللي انت عايزه اللي انت حباها. دي موجوده معانا، ومعانا بياض بيض. هناخد بياض البيض، احنا اختصرنا للوقت فاصلينه عن السفر، بنحطه هنا كده في حالة عمل السوفليه. سوفليه شوكولا، سوفليه فانيليا، سوفليه فراولة، سوفليه بصل، سوفليه كوسة. الفرنسيين بيحبوا كل أنواع الخضار وأنواع الفواكه السوفليهات. استخدامنا في الأساسي فيه بياض بيض، زي ما احنا شغالين مع بعض كده. بياض بيض هو ده أساس السوفليه. حلو، نبدأ ان احنا نخفقه كده سريعا. في اتجاه واحد لغاية لما يديني الايه القوام بتاعه. ممكن توفرها على نفسك وتجيب مضرب اختياري. انا ما بحبش الحاجات دي، احب استمتع كده بالمتعة اللي انا شغال بها دلوقتي. طلع معايا بعون الله يطلع. واثق الخطوة يمشي ملك. ما تجيب مضرب واعملها يا عم الشيف، انا مش عايز بس اكلفك يا امي. قلت لي كان نفسي اكل الاكلة دي بس ما عنديش مضرب، وقلت لجوزي كم مرة جيب مضرب مش عايز يجيب. حلو الكلام. هنعمل ايه يا عم الشيف؟ هناخد بياض البيض ده، مش هنقرب منه. معانا البطاطس الحلوه بردت شويه، ومعانا الجبنه، ومعانا المغرفه الحلوه دي، معانا المضرب بتاعنا. وهننزل ببياض البيض ده كده اهو. شفت الحلاوه دي كده اهو؟ حلو. ونقلبه مع البطاطس. ممكن كمان نقلبه بإسباتيولا، مش لازم مضرب. حلو الكلام. او نقلبه بالمعلقه دي سريعا اهو. قلبه والتانيه كده، كانك بتعملي الكيكه الاسفنجيه او الاسبونش كيك اهو. شفت الحلاوه دي كده اهو. او السوسرول. طب قول لنا مقاديرهم يا عم الشيف. بياض 7 بيضات، كوبايه من الدقيق، شويه فانيليا، رشه ملح. تخفقي بياض البيض مع نص كوب من الزيت، وتقلبي المواد الجافه مع المواد السائله من غير بيكنج باودر، لان بياض البيض هنا بيقوم بدور البيكنج باودر.
وننزل بالمقادير دي كلها اهو. شفت الحلاوه دي كده؟ القلب ده بهديه لكل الساده المشاهدين اهو. السوفليه، السوفليه دايما معروف عنه بيتقدم في الفخار او في ازاز قابل لدخوله للفرن. حلو. نوع الجبنه اللي انت حباها هنا مفيش مشكله، اختياري. عايزاها من غير جبنه اهلا وسهلا، بس اضافه الجبنه هنا كمحتوى غذائي بروتين حيواني. سواء جبنه موزاريلا، سواء جبنه شيدر، سواء اي نوع جبنه اهو. زي ما هو كده هندخلها الفرن يا عم الشيف مع رشه جبنه حلوه، هتاكل صوابعك وراها. ولكن التركايه ايه بقى؟ ايه اللي الشيف المغازى عمله ومحدش عمله؟ لما حطيت طاسه على النار او حل على النار وحطيت فيها شويه توم مع الكرفس وحمصتهم كويس ونزلت بالايه؟ بالميه المغليه، وبعد كده نزلت بالبطاطس، احط شويه الجبنه الحلوين دول. طبعا عندي في الفرن فراخ، ما ينفعش اجمع ما بين الاثنين في قلب الفرن. هنطلع الفراخ وندخل البطاطس السوفليه دي بعد ما خرجنا ما يدلعها كده ويغزلها. تعالي يا ست الكل، اهلا وسهلا. الفراخ بتاعتنا جاهزه، هنحطها هنا. طاجن الفراخ بالشوفان. الاكل بتاعنا النهارده اكل صحي، والصحه تاج على رؤوس الاصحاء. حريصين ان احنا نعمل في يوم من الاسبوع، يوم من الاسبوع اكل صحي. ده معانا بالشكل ده كده. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ بص لي على الحلاوه بالله عليك وجيب لي التفاصيل، ده يستاهل انك تغازله. هندخل القلب ده الفرن. يلا بينا. انا بين نارين، قلب فرن في بطاطس سوفليه فيها ابداع ورؤيه، ومعانا طاجن فراخ بالشوفان لطيف وجميل على القلب وعلى الجيب. رؤيه، هناخد بعدين نطلع فاصل صغير، وبعد الفاصل نشوف سلطه حلوه هنعملها مع بعض برضو قيمتها الغذائيه عاليه جدا. المحتوى بتاعها كرنب احمر مع جرجير مع زيت زيتون وتوم. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. طاجن الفراخ بالشوفان بصراحه يعني الواحد يقف يتغزل فيه، ياكل الشوفان ولا ياكل الفراخ ولا ياكل البصل ولا يستمتع مع الثلاثه مع بعض، بسيطه وسهله. الشوفان هنا عنده شويه تناكه، خلوا بالكم، مش غير لما بنحط مثلا بسكويت او نحط توست، الشوفان بياخد وقت على ما بيفرد عضلاته، لانه في الياف فعاله والياف غير فعاله، عامل زي عداد الكهرباء بتاع المصانع والشركات، عدادين مع بعض، عداد يعد فلوس وعداد يعد كيلوات. فالشوفان ده الياف فعاله والياف غير فعاله، ده المحتوى بتاع الالياف بتاعته. الياف بتخلصنا من الكوليسترول والدهون والحاجات دي كلها، والياف تانيه بتفيد الجسم، سبحان الله، كل ده في رقائق الشوفان. عشان كده بيتصدر القائمه الاولى في رشدة دكاتره التغذيه، شوفان بروكلي كرومب. خلصنا من الشوفان، نيجي على الكرومب. هنعمله سلطه مع بعض النهارده، سلطه الكرومب الاحمر بالجرجير. حلو قوي. ولادنا مش بيحبوا الجرجير، بيحبوا سلطه الكرومب الابيض اللي هي سلطه الكولسترول اللي بتتعمل بالزبادي او بالمايونيز. انا جبت كرومب احمر النهارده ابن عمه، ومعانا جرجير ومعانا شويه شبت عشان مشاكل القولون مع الكرومب واللي بيعاني من القولون، ومعانا بصل ومعانا جزر مبشور ومعانا زيت زيتون وعصير ليمون. تعالوا شوفوا نعمل السلطه اللطيفه دي ازاي بطريقه صحيه. حلو الكلام. اول حاجه هعلمك ازاي تقطعي كرومبايه تعملها سلطه. انا عارف انك انت اشطر مني في تقطيع الكرومب محشي، بنتعلمنا منك انت، انما تقطعي كرومب سلطه ممكن تعوري ايدك وغصب عنك. حلو الكلام. الكرومبايه قطعناها اربع ارباع، مش عارف ليه مشاهد مقطعها اربعه مع ان انا كنت عايزها سليمه بس زي بعضه. قطعناها اربع ارباع، هنشيل الراس بتاعتها دي كده اهي. حلو. دي اول حاجه. دي مش عايزها. راس الكرومبايه دي كان زمان ام رحمه الله عليها تقشرها وتاكلها لي، كانت بتحبني زياده شويه. تشيل لي راس الخاصيه تقشرها لي، راس الكرومبايه تقشرها لي، فاكرين الكلام والزمن الجميل ده؟ الزمن. يا زمن. حلو الكلام؟ هو ده. ماشي يا عم حافظ. هناخد الراس بتاعت الكرومب دي نخليها على جنب. هنقطع الكرومب مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. بالشكل ده كده. زي ما هي كده. شفتي؟
البعض بيعمل ايه؟ بياخد الكرنب ده يضربه في الكبه. طب ما هو لما يضرب في الكبه يا ست الكل هنا هيعمل سوائل، هيفرز سوائل، انا عايز السوائل بتاعته. اهو. شفتي؟ السكينه ماشيه في الكرنبايه زي السكينه في الحلاوه. اهو. يمكن في الحلاوه بتقف شويه. اهو. شفت الكرنبايه؟ اخدها كده سقطها هنا كده اهي. الله الله اهو. دايما بنلاقي في المطاعم الكبيره في البرزنتيشن والشكل يعني والطبق يستخدموا الكرنب الاحمر. انا مش بحب الجو ده. الكرنب الاحمر ده ينفع نعمله يا شيف مع الفرايد رايز، ينفع. ينفع نعمله في الاطباق الصيني، الاكل الصيني ينفع. ينفع ناكله مستوي، ينفع. اتعمل سلطه مستويه لطيفه زي الكرنب العادي. بس ما يتعملش محشي. بريء من ان هو يتعمل محشي. هو ملك السلطات. وملك البرزنتيشن، الشكل والديكور يعني. تستخدميه ازاي؟ وليكن عايزه تتخلصي بتجيبي ميه دافيه شويه، لو انت عايزه تاخدي الورق الكرنب ده تستخدميه يعني. ميه دافيه، بتحطي ورقه الربع الكرنبايه ده في قلب الميه بيطلع معاكي كده ايه شرايح شرايح. بتفصل من بعض يعني بالشكل ده كده. استخدميها بقى في حاجات كتيره. شفتي براحه خلاص كده، او تحطها في ميه عاديه تطلع لك معاكي. وطبعا عشان تاخدي شكلها الحلو بتحطها في ميه مثلجه. دايما الاولاد الصينيين بتوع البرزنتيشن اللي بيشتغلوا في المطاعم العبقريين يعني، بصراحه انا بحترمهم، لهم طبعا بصمتهم في المطبخ وفي البرزنتيشن وفي الشكل. دايما يقطع الجزر، يقطع الخضار، يقطع الخيار، يقطع البتنجان ويحتفظ بيه في ماء مثلج، وتحط في التلاجة في ماء مثلج تلاقيه خد شكل تاني خالص. الحاجات الصغيره دي بتلاتة تعريفه بس تفرق معاك في المطبخ. حلو الكلام. انا خدتهم زي ما هم كده برضو ونقطعهم زي ما هم كده. السلطه دي جميله على فكره، ولازم يتقطع رفيع جدا، لان الكرنب ده لو ما اتقطعش رفيع مش هتعرفي تاكليه، هيعور سنانك. نعم يا غالي، حاضر، بيقول لي السفليه. شفت لما يكون المخرج صاحي ومعايا ومتابع برضه بيركز ايه اللي في الفرن. نبص عليه مع بعض، ايه رايك؟ شفت الكرنب ده هرم اهو. كفايه دول، كفايه دول. هنجي مع بعض دلوقتي، عندنا جرجير. خلي دول على جنب، نستخدمهم في يوم تاني. عينيا، بص يا غالي، تعالى بص، والله انت ابن حلال، روح ربنا يكرمك. تعالوا مع بعض، جيت في وقتك يا حبيبي. حطها هنا. قلب. بهديل كل السادة المشاهدين اللي بيحبوا الشيف المغازي، اللي بيتابعونا على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية. في محتوى غذائي من كل حاجة أنت حباها. بروتين موجود، كربوهيدرات موجود، نشويات موجودة، فليفر وطعم موجود، سوفليه. تسلم ايدك يا مغازي. الف هنا وشفا للي ياكل. دلعولي بالله عليك وغازل القلب ده. حلو. ولا محتاج اي حاجة، محتاج تضرب السكينة فيه والمعلقة وبالف هنا وشفا. هو سخن. على فكرة ممكن يتاكل معاه حاجة حلوة قوي. تاكل معاه كاتشب لو انت حابة، مايونيز. لا يعني احنا بنتكلم بقى وخرجنا بره الموضوع. كاتشب او مايونيز. حلو. لو حلو طبعا بياخد صوص شوكولا وصوص فانيليا. لو عامله سوفليه ليمون، سوفليه شوكولا، بتقدمي معاهم صوص شوكولا او صوص فانيليا. ده جرجير هنقطعه كده. شلت العروق بتاعته واخده بالسكينه برده كده. اوعي في حياتك يا امي يا اختي يا خالتي يا ست الكل يا ملكة المطبخ يا ملكة البيت يا وزيرة الاقتصاد في البيت تغسلي خضار بعد التقطيع. أزعل منك. بعد متابعة السنين دي كلها وأقول الخضار ما يتغسلش بعد التقطيع، دي مشكلة. ليه يا عم الشيف؟ ما ينفعش الجرجير بعد ما أقطعه كده أحط عليه مية ولا أغسله. هفقد 50% و 80% من قيمته الغذائية خالص. شفت الجرجير ينزل على الكرنب. الله اكبر، ايه الحلاوه دي؟ ايه السلطه دي يا عم الشيف؟ حطها في التلاجه بقى مع زيت زيتون وعصره ليمون كده من وقت للتاني بألف هنا وشفا. حلو الكلام. معانا جزر. الله، ايه الحلاوه دي؟
ايه الجمال ده؟ والله انا بص انا مش هقلبها، انا هخليها زي ما هي كده بشكلها الحلو برضو، واحط عليها الايه الصلصه بتاعتها تبقى لطيفه وجميله. تعالوا نشوف نعملها مع بعض ازاي. نشيل كل حاجه دي من هنا. يعني هو المفروض الواحد يقلبها كلها مع بعضيها، بس انا عايز الشكل الجمالي الحلو ده. مخرجنا بيتغزل فيها. ثلاث طبقات كرنب، جرجير، جزر. جزر فيه سكريات بيغطي على الحموضة بتاعة الجرجير، لأن الجرجير فيه شوية بيبقى حامض شوية أو بيبقى سبايسي شوية يعني بالمعنى. والكرنب برضو فيه طعم السكريات الأحمر بالذات. حلو الكلام. هنجيب بولة صغيرة كده ونعمل الصلصة الحلوة مع بعض، أو الدرسنج بتاعنا مع بعض. إزاي؟ أهو شوف هعمله إزاي. شبت، ثوم، عصير ليمون، زيت زيتون، قليل من الملح والكمون. قليل من الملح والكمون ليه؟ كمون علشان مشاكل الكرنب. اختياري، ما عندناش مشكله مع الكلون، ما تحطيش كمون عشان ما تقوليش الشيب بيفتي. حلو. ده اختياري. اول حاجه زيت الزيتون، وزيت الزيتون هنا بشويه كثافه مفيش مشكله، مش هيخوف. حلو الكلام. عندي بصلايه اختياري، والله انا مش عايز بصل بصراحه، بتبش كلها فيها ريحتها بصل يعني. شويه شبت حلوين، شويه كمون حلوين، عصره ليمون حلوه، فص ثوم لطيف ني، ونقلبهم مع بعض مع شويه الملح الحلوين بتوعنا. برضو البصل اختياري، اذا انت حابه بصل، لو في بصل اخضر تبقى انت احسن مني. يعني لو حطيتي بصل اخضر تبقى لطيفه السلطه دي على فكره. ونقلب كل ده مع بعضه. دي الصلصه الفرنسيه مع اضافه الشبت. ممكن تحط مستارده، بس المستارده مش مرغوب فيها مع الكرنب. لو مش عايزاها صحيه بقى وبتعملها عادي، حط معلقتين مايونيز. خلي بالك، لو مش عايزاها صحية وبتعملها عادي خالص، حط ايه معلقتين مايونيز، ده اختياري. واحنا مع بعض واحدة واحدة هنحط الصلصة دي قبل التقديم مباشرة. وجوزك بيركن العربية تحت البيت وطالع بالسلامة وجاب السلامة، تبدأي تعملي ايه؟ تتبلي السلطة، لأن الخضروات الورقية بالذات يا عم الشيف معانا مشكلة معاها. ايه هي؟ أول ما بتشم الخل وزيت الزيتون والليمون بتدبل. ايه الحلاوة دي يا عم الشيف؟ ايه الجمال ده؟ ومش هقلبها برضو، هتن عند كلامي، خليها كده بشكلها الحلو. كل واحد يغرف، عايز شوية جزر هيخش على الجزر، عايز كرنب زيادة هياخد كرنب زيادة، هياخد جرجير هياخد جرجير زيادة. هي جت لوحدها حسب النيات. حلو. مطبخنا النهاردة على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، بيتابعنا العالم كله بتفاصيلنا، بحلاوتنا، بخفة دمنا، بالبساطة والسهولة بتاعتنا للمطبخ بتاعنا. بنخش المطبخ نفتح التلاجة اللي موجود فيها، بنعمله بأفكار طهوية بسيطة وسهلة. فكر طهوي بيكلف حاجات كتيرة قوي، بيكلف الخبرة. عملنا طاجن الفراخ بالشوفان صحي، عملنا بطاطس السوفليه بفكر علمي فرنساوي ولكن بخفة دم مصرية، عملنا سلطة بصراحة أنا هتصور معاها سيلفي. رؤية فن ابداع، بتشوفوا كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من ماس بيرو. We'll be right back.